السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على مشروع نتاع ميدغاز وما تم إنجازه في ميناء أرزيو لاستكمال المشروع هذا باتجاه إسبانيا. وقبل ما ندخل في الموضوع حبيت نفتح هذا القوس عما يخص نسبة المشاهدة اللي راهي في أسوأ أحوالها منذ أن أنشأت هذه القناة، وهذا الأمر يعني غير لم أجد له تفسير لحد الساعة، ما فهمت والو، والله ما فهمتش عدد يعني لي زابوني المشتركين وصل الى 95 تقريبا 93.5 ألف مشترك، كي بديت نقرب ل 100 ألف باش نقرب ل 100 ألف مشترك ابدات نسبة المشاركة تهبط، عدد المشاركين اهبط، نسبة المشاهدة هبطت. والله لا، رغم يعني كل المجهودات اللي رانا بدولوها وحتى المداخيل يعني المداخيل نتاع القناة والله ضعيفة جدا، ما توصلش حتى 10% مما رانا نبدلو فيه من الجهد، يعني غير في ما تجيش من با في ليسونس تاع السيارة اللي راني نديبلاسي بها. ويعني الحقيقة نحتاج إلى بعض المداخيل لكي نطور الوسائل نتاع التصوير، الوسائل نتاع الانتاج يعني نطور لها. لكن والله لحد الساعة خسرنا المال وخسرنا الوقت وضيعنا بزاف امور من اجل هذه القناة، لكن معليش حب الوطن والوفاء لهذا الشعب والوفاء لهذا الوطن هو اغلى شيء، هو اغلى شيء. والفائدة الكبيرة اللي نجنيها من هذا القناة هي أننا نوعي الشباب عن بلدهم، ونزرع بذرة من الأمل لهذا الشعب، ونزرع بعض يعني الافتخار لهذا الشعب اللي ضيع الأمل بسبب سياسات، بعض السياسات السيئة تاع بعض المسؤولين. المهم ان شاء الله يكون فيها خير. ونرجع للموضوع نتاعنا نتاع التيرمينال هذا اللي يخدموه التيرمينال غازي ليخدموه على مستوى مدينة أرزيو، واللي سوف بفضله يتم تصدير الغاز نحو إسبانيا. إذا نشوف هنايا التيرمينال هذا، نشوف هنا هذا التيرمينال هنا، الأنبوب الممتد إلى عمق المتوسط على امتداد حوالي 1555 متر، يعني 1.5 كيلومتر داخل البحر لتزويد البواخر تاع الجينال، لان فيه محطه بور ليكيفاكسيون تاع الغاز هذا يجي على شكل غاز ثم يتم ضغطه تحت الضغط يولي سائل، ثم عندما يولي سائل يشحن في البواخر الميطانيه، سكون ابل الميطانيه، البواخر اللي تجي ترص هنا وهنا
باش تكبر السعة نتاع الباخرة، لأنه نتصور ما يقدرش الباخرة تشحنه هو غاز. إذن يعاد يولي كوندونسا، يولي كوندونسي كوندونسا يت كومبريما، يولي ان جي ان ال سكون ابل لو غاز ناتش لو غا لو جي ان ال لو غاز ناتشورال ليكيفي، يعني الغاز المسيل يصبح سائل. وهذا كذلك سي ان اوتر تيرمينال غازيي لتحميل الغاز نحو أوروبا، نحو أوروبا عن طريق البواخر أو عن طريق إيصاله بأنبوب يمر على في غمق البحر، في غمق البحر هنا أو هنا. وهي في الوقت الراهن الأنبوب غير مكتمل، الأشغال تاع الأنبوب غير مكتملة، لكن هناك لو تيرمينال غازيي هذا يشحن البواخر الميطانية نحو إسبانيا ونحو أوروبا. هذا هو المشروع. وهنا نشوف أن الميناء المسافة ما بين شواطئ إسبانيا وشواطئ الجزائر لا تتعدى 24 كيلومتر، هي 23 كيلومتر فاصل 8، مش بعيدة. لكن المشكل مش في المسافة، المشكل راه في الغمق، لأن البحر هنا على هذا المستوى غامق، حيث أن الأنبوب إذا درنا الأنبوب راح يهبط إلى قاع البحر، يهبط إلى قاع البحر ثم يعاود يصعد. هنا القاع نتاع البحر غامق كتير، لهذا السبب الجزائر اختارت الخط الأنبوب نتاع اللي يمر على أراضي المملكة نتاع المغرب الأقصى. لكن الآن كي ولاو هكذا، عندما بانت يعني الأمور على حقيقتها، الجزائر غيرت الطريقة نتاع تصدير الغاز، وفضلنا نعقب الأنبوب من هنا مدغاز رغم غمق المنطقة هذه. ونكتفي بهذا القدر، ونخليكم تشوفوا بعض الصور نتاع هذا لي تيرمينال غازيي اللي تم إنشاؤهم مؤخرا وتم تدشينهم هذه أسابيع أسبوعين. تم تدشين واحد من الأكبر الأخير هذا الأنبوب نتاع الغاز الذي يؤدي يمول إسبانيا. وأترككم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله فيها خير، والسلام عليكم.